أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة المحاضرين كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. معلش احنا بنعتذر ان احنا جبناكم يعني اضطرينا ان احنا نيجي كلنا كده النهاردة بعد الفطار في يوم من ايام رمضان الكريم. بس علشان عندنا مبادرة الحقيقة يعني قيمة من جهة قيمة. احنا معانا الاستاذ ياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم ورئيس تحرير الاخبار، وهو يعني عامل مؤسسة كرامة كده انها عاملة مبادرة وهتدعمها وترعاها وتشوف السبونسرز والداعمين وتابعها يعني تتبناها لحد ما ان شاء الله يعني تكون مثمره وتجيب نتائج وتعمل طفره باذن الله. بنقترح ان التشجير لشجر في كل شارع بس 10 خجرات، يبقى احنا لو شجرنا في 396 10 خجرات يبقى نشجر حوالي 400 مركز في ال 10 خجرات حوالي 4000 شخص. فاحنا معانا وزير، انا هكتب الخطه كامله وابعت احتياجاتنا ومش هيبقى فيها اي مبالغه، احتياجات فعليه بحيث احنا برضه هنخلي المجتمع المدني ووزاره الزراعه والمشاتل الموجوده تساهم باشجار ومقاطع الدهانات تساهم بمواد دهانات، واحنا معداتنا من الوحدات المحليه مع معدات بعض المقاولين وبعض الشركات الكبيره مع المجتمع مع الجمعيات الاهليه، بحيث انا هدف في المقترح احنا هنستفيد او المشاركه هتبقى ازاي من كل الجهات المعنيه. فالشعار ده يحظى على جميع المحاضرات، المحاضره وهي اللي يبقى عليها الثلاثه ومستنيين نشوف. احنا في المطاف عندنا مستقره للغايه في مدينه الغرباء وبس. مفيش مشكله عندنا في موضوع تماما، واللي احنا شغالين فيه دلوقتي موضوع رفع الكفاءه والتجميل. احنا انتهينا من تغيير الكشافات في كافه المدينه، مدينه الغردقه حكم مضغوط في كل مدن المحافظه بما فيها القرى كمان. هو معناته احنا يعني كنا ابتدينا حاجه مشابهه عندنا في شبرا الخيمه بالمشاركه الشعبيه المجتمعيه، ولمينا تبرعات من مجال الاعمال، وعملنا فريق للمتابعه الشعبيه من مجموعه من شباب الحي متواجده معانا، وعملنا لهم جروب على الواتساب وبيتولوا حتى متابعه المنظومه معانا مع الشركات. وحاليا برضو بنعمل حملات مكثفه مجمعه مع الاحياء والمراكز، وبنعمل نوع من رفع التراكمات اللي موجوده نتيجه يعني بعض الاماكن كان فيها تراكمات من الخمامه نتيجه عدم رفعها معرفه الشركات والمتعهدين. عزلنا كميات كبيره جدا، كان مصنع التبويع عندنا كان فيه عطله صلحناه. ابتدينا مع الجامعه عمليه ان احنا نستعين بطلبه السنين الجميله وطلبه الكليات والهلال الاحمر والجواله والكشافه فعلا، عشان نبدا بعد الامتحانات على طول. كنا هنبدا في عمليه التدمير بتاعت الميادين، ووزاره البيئه مشكوره قدمت لنا مجموعه من الاشجار والصناديق الفتره اللي فاتت هنستخدمها في عمليه التشجير في المناطق اللي احنا بنرفع منها تراكمات الزباله. احنا بنطمن حضرتك طبعا ان احنا انت عارف يعني مستوى النظافه عندنا، بس احنا بنقول عايزين نشغل الشباب. انا بنشغل الشباب من 1/7 ان شاء الله،
شباب المحافظة في الطور وفي بورديس وفي راس سدر في كل المدن ديت، بنجمع بنعمل معسكر للشباب، والشباب هو اللي بينظف فعلا المدن وبقصاد مبلغ، يعني بياخد ال 15 جنيه المحافظة بتطلع 15 جنيه في اليوم، والشباب والرياضة أيضا بتطلع 30 جنيه في اليوم. دي طبعا دعم للشباب، والشاب بيروح بيشتغل حوالي أسبوع وبياخد فلوس، فبرضه بيشتغل وبنعلمه إزاي ينظف بلده وينظف المكان اللي هو شغال فيه، والمحافظة بتشارك أيضا بالمعدات وباللوادم.